للجميع. إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء حبنا الكريم، ما زلنا متواصلين بمنافسات هذه المساء وهذه الفترة المسائية لانطلاقات سن الامتاع، وهو سن الإجذاع من مسافة 6 كيلومترات التي نشاهد بها حكاية ورواية مميزة من منافسات هذه الأسماء الكبيرة المتواجدة بهذه الانطلاقة. شوطنا 13 يا أبو حمد، نتابع به انطلاقات مميزة، نشاهد هذه الانطلاقة لنتابع أول المراكز والمقدمة، من تفتتح النداء والإذاعة اللي صعبة لهجن الشحانية يضمرها، أو هذه هي الصعبة على أول المراكز لسعادة الشيخ تيميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، يضمرها الموهوب علي بن حمد بن حسين بن جرحب، اسمها يا الصعبة يا الصعبة. إذا باختلاف النطق بنفس الكتابة ما تتواجد على الصدارة. المركز الثاني، ثاني المراكز، ثاني التحديات، أتابع بهذه الانطلاقة العابرة على المرتبة الثانية، العابرة لهجة الشحانية، تابعها جابر بن سالم بن فاران، والنقل إلى ثالث المراكز، وتابع المدينة لهجة الشحانية، يتابعها بالتنمير حمد بن علي بن حلفان، والنقل إلى رابع المراكز، وتابع جمرة لهجة الشحانية والمضمر محمد بن خالد العطية، والمركز الخامس تواجد طواري تعود الملكية لسعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، يضمرها حمد بن محمد بن الدهن. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمنطلقة معنا بدائرة الأسماء الأولى بانطلاقة هذه الشعارات والأسماء الكبيرة. نعود إلى الصدارة لنتابع أول المراكز لنشاهد المقدمة والصدارة مع مقدمة هذا الشوط. تواجد الصعبة على أول المراكز، تعود الملكية لسعادة شيخ تيميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، يضمرها علي بن حمد بن حسين بن جرحب، من يتابعها بعملية التضمير مع أول المراكز وثاني المراكز. تواجد العابرة على المركز الثاني، العابرة بانطلاقاتها وتحمل شعار هجر الشحانية، من تمتلك هذا الشعار وهذه الأسماء الكبيرة المنطلقة، يتابعها شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران، ومع المركز الثاني. ثالث المراكز تقدم أيضا أحد الأسماء المميزة، المدينة وصلت، المدينة انطلقت إلى المركز الثاني، المدينة تتواجد وتحمل شعار هجن الشحاني، تابعها حمد بن علي بن حلفان. المركز الثالث، ثالث المراكز، أرى عسيلة من وصلت على المرتبة الثالثة لأول نداء، تعود الملكية لهجة الشحانية، تابعها بالتضمير سالم بن فاران المري. والمركز الرابع من الجانب الأيمن تسللت بهذه الانطلاقة جمرة، تسللت جمرة وانطلقت من المركز الرابع حتى المركز الثاني، تحمل الرقم 9 وتحمل شعار هجة الشحانية، ويتابعها المشاغب محمد بن خالد العطية. أتواصل بالنداء مع خامس المراكز لأرى وتابع من تحمل الرقم 1، تتواجد طواري على خامس المراكز، تحمل شعار سعادة الشيخ محمد بن جاسم بن عبد العزيز الثاني، ضمنها حمد بن محمد الدهن. هذا هو ندائنا الثاني، أذعناه على مسامعكم بالوفاء والتمام مع انتصاف المسافة وانتصاف جولاتنا الست بابتداء مع 3 كيلومترات متبقية عن ناموس هذا الشوط، لنبدأ مع منافسة جديدة ومع لقطة مميزة تلتقط هذه الأسماء. شكرا لأحمد السادة ومحمد فيضي على هذه اللقطات المميزة التي يستمتع بها المشاهد والمتابع من خلف شاشات قناة الريان وخارج أراضي ميدان الشحانية. هنالك أيضا انطلاقات مميزة، مسيرة الأسماء والشعارات. نعود مجددا لنستجد النداء إلى أول المراكز لنتابع المقدمة والصدارة، لنشاهد الصعبة اللي صعب أيضا أن يخطف المركز الأول من قبل الأسماء المتواجدة ما دامت الصعبة هي المسيطرة والمتواجدة على المقدمة. تعود الملكية لسعادة الشيخ تيميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، يتابعها بالتضمير الموهوب اللي الليلة يقدم لنا بعض المواهب التي يتمكن من تقديمها، الموهوب علي بن حمد بن حسين
بن جرحم على المقدمة والصدارة والسيطرة التامة. ثاني المراكز هذه هي المدينة المتواجدة والمنطلقة بشوارعها بأنوارها بكبرها تتواصل على المركز الثاني. تعود الملكية لهج الشحانية، تابعها المضمر حمد بن علي بن حلفان مبدع المضمرين، من يقدم لنا إبداعاته في هذا المساء. المركز الرابع والثالثة، الثالثة اللي تتواجد على ثالث المراكز هذه هي عسيلة، هذه هي عسيلة لهج الشحانية، تابعها سالم بن فاران المري بعملية التضمير الذهبي بأيضا لقب بهذا الاسم لحصه للذهبي وللرموز. المركز الرابع وتابع تقدم محبة، وصلت محبة الجماهير، محبة عشاق شعار الأدعم، تتواجد محبة على المركز الرابع، انطلقت إلى ثالث المراكز. تعود الملكية لهج الشحانية، تابعها بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي عملاق المضمرين، ولو أيضا اكتفيت باسم العملاق يعرفه الجميع لإنجازاته الحافلة ولحصته للسيوف والكوس ولأيضا الخناجر. هذه هي محبة يرافقها بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس تتواجد لبرقة، وصلت لبرقة لأول نداء على المركز الخامس وانفازت، بنشوف صورتها في موقع لبرقة من تتواجد على خامس المراكز. تعود الملكية لهج الشحانية، تابعها بالتضمير سلطان بن محمد الوهيبي، ووصلت بروك اللي انطلاقتها كما البرق. هذه بروك تتواجد مع المركز الخامس وتحمل الرقم 5. خطيرة بروك بانطلاقاتها بتسللها الملحوظ بدائرة الأسماء 5 والخماسية الماسية والخمسة نجوم. بدأت الأمتار تتقالص تحت أقدام هذه الذلل الأصايل السبك اللي متواجدة على أرضية هذا الميدان بانطلاقاتها بمنافساتها. نتابع هذه الانطلاقات، نتابع هذا الرقص الأصيل، وحبات الرمال تتراقص من تحت أقدام هذه السبك المتواجدة. فافتتحنا الكيلومتر الأخير وبدأت أيضا الصعبة تفتتح مجريات الكيلومتر الأخير. الله يصعبه مع أول المراكز. تعود الملكية لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة الثاني، علي بن حمد بن حسين من يتابع حب التضمير المركز الثاني اللي خبرتكم عنها بأنها خطيرة، وصلت إلى ثاني المراكز. بروك اللي تتوق إلى الناموس بانطلاقتها، غيرت بروك تسللت إلى أول المراكز. هذه هي الخطيرة المثيرة بانطلاقاتها بتقدمها أمام الصفوف مع أول المراكز. بروق لهج الشحانية، يتابعها بالتضمير سلطان بن محمد الويبي العملاق، يقدم لنا بروق، يقدم لنا هذا المسمى الكبير مع المركز الأول مع الصدارة والسيطرة. ولكن تابعوا ثاني المراكز، وصلت جميلة الجميلات، وصلت حسينة على المركز الثاني أيضا خطيرة بتقدمها في الأمتار الأخيرة على المركز الثاني. بروق وحسيلة، حسيلة وبروق، انطلقت حسيلة، تواصلت حسيلة اللي ما فيها حيلة بانطلاقتها بتقدمها على ثاني المراكز، والثنتين تحمل شعار الشحانية ومؤسسة هج الشحانية الثاني، والتبريكات لهج الشحانية وعلى فوز حسيلة بالمركز الأول والثالث بسالب فاران. المركز الثاني بروق لهج الشحانية، المركز الثالث. وصلت مشاهدينا الكرام على ثالث المراكز صعبة لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله خليفة الثاني، المركز الرابع. وصلت محبة لهج الشحانية، خامسا كان الوصول من قبل لبرقة لهج الشحانية. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا هذه المنافسة، تابعنا هذه الانطلاقة، لنذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني لحظة اختطاف عسيلة لناموس هذا الشوط 9:51 13 زمن الثانية. التفرقة لهج الشحانية والثانية المضمر سالم بن فاران المري. ثاني المراكز كان الوصول من قبل بروق 9:51 37 زمن الثانية. التفرقة لهج الشحانية والثانية سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الثالث كان الوصول مشاهدينا الكرام
من قبل ثالث المراكز. ننتظر لحظة وصول خط النهاية معلنة الفوز والناموس اللي هي صعبة. كان الفوز والناموس مع محبة. دخول جماعي لكن واضح بأن محبة هي صاحبة المركز الثالث. 9:58 الزمن الثانية. الثاني والتفكات الشحاني والثاني المضمر سلطان بن محمد الوهيبي لتأتي